المشكله اخويا هو ان بدواعي ان هاد المحلات هادو هما عندهم اكثر من 61 سنه، هما هاد الجزائر معروفه، الجزائر معروفه تقريبا على الصعيد الوطني كامله، وما كان في هاد وهاد وكيدعي باش غينقلوا هاد المحلات وهاد المحلات ويديهم لواحد داك السوق المركب، ما يسمى بالمركب التجاري سيدي عبد الله. ولكن انا كنتفاجئوا غتهزني من واحد المحل ديالي وهو ملك ديالي وتهزني وديني وتكري لي بداك المحل، راه غير معقول. وزيدون انا غديني لهداك هذاك السوق ما كيليقش اي ابسط الاشياء ديال هاد التجاره هذه هما ديال الشوايات. فلا يعقل انك تهزني من واحد المركب واحد المحل ديالي اللي هو ملك ديالي وديني لتما وتنزلني وتسد عليا وتجهز لي على المحل. فهذا حشومه عار وعيب، هذا ما كيتنافى حتى مع الدستور، لان حنا اليوم في حاجه ماسه للتشغيل. وهذا الظرف اللي كنعيشوه وكيعيشوا العالم وكيعيشوا المغرب اننا نخلقوا فرص شغل. المشكل اللي كاين اخويا هنايا هو حنايا كنرفضوا الانتقال لهذاك المارشي اللي داروه جديد. المارشي اللي داروه جديد كنرفضوه تماما في مره. حنايا الجد ديالنا والاب ديالنا كان خدام هنايا هذه 60 عام، عنده بزاف ديال المشاكل، ما كاينش الطريق، ما كايناش الطريق، ما كاينش المحلات كبار، داكشي صغير، داكشي بحال ديال مولين الزريعه بصفه نهائيه، يعني ما خدامش هذاكشي. الرساله ديال المسؤولين راه كاين طريق فين توجه، كاين طريق فين تزاد في جهه اخرى، كاين توسع في جهه اخرى، كاين من جهه اخرى، يعني من هنايا حاولوا يقادوا لنا بلاصتنا، نبقاو في بلاصتنا هنايا بخير. الا هاد الناس المسؤولين ديال هاد الجماعه ديال سلا وعلى راسهم السيد مقاطعه ديال العيايده، بغى يجمع هاد الناس ويديهم تما ويقضي عليهم ويقضي على التجاره ديالهم. وفي الحقيقه هادشي حنا كنسجبوا هادشي، وهادشي راه ماشي من المعقول. فهاد الناس الا كانت توسيع الطريق حنا مع التنميه ديال البلاد، ولكن الطريق المراعاه ديال هاد الملك ديال هاد الناس، لان هذا ملك خاص، ملك خاص ديال مواليه، ماشي ملك ديال الجماعه او شي ملك تابع لشي سميتو. ولهذا حنا كنتمناو الناس ياخذوا بعين الاعتبار ويعيدوا النظر في هادشي، وهو بالعكس هما خصهم يزيدوا انهم يجلسوا معنا ونأهلوا هاد المدينه، وعندنا حنا امكانيات ديالنا ناهلوهم، عندنا الامكانيات الذاتيه ديالنا ناهلو هاد المحلات. والجزاره الا هضرك على الجزاره راه حادي طويل، الجزاره راه اكثر من واحد 64 سنه هما، راه واحد التراث لا مادي، لا فعلا راه تراث لا مادي، راه 64 سنه، راه ماشي ساهل انك تدور 64 سنه. عاشوا اجيال، مشاو والدينا وجاو ناس اخرين وجاو ناس اخرين وجاو الاحفاد، كاينين هنا الاحفاد، كاين الاحفاد اللي كيشتغلوا، ماشي حتى والدينا، حنا كاين الاحفاد كاع كيشتغلون. ولهذا تنتمناو المسؤولين يعيدوا النظر في هذه النظره ديالهم لهذ الجزاره. راه بالعكس، راه اليوم باش الناس، لا شنو فيها سلا، راه ما فيها والو سلا، راه حي صناعي قدو راه حبس. وحنا واش نزيدوا نجلبوا نخلقوا فرص شغل، ولا نشدوا الفرص الشغل نقضيو عليها ونصيفطوا الناس العطاله؟ وهذا هوية بريس، نحو إعلام هادف.